كان عندنا هذه الزياره اليوم الاقليم ديال العرايش اللي همات محورين. المحور الاول هو اعطاء الانطلاقه للاشغال ديال القطب الجوده في اطار يعني القطب الفلاحي ديال اللوكوس، وهذا القطب الفلاحي لاغروبول اللي هو مشروع مهيكل لسلاسل الانتاج والقطاع بصفه عامه في اللوكوس، يعني في الحوض ديال اللوكوس. هو مشروع كيمتد على 150 هكتار، وبدينا بواحد الشطر اول اللي هو 50 هكتار واللي تبع كله، يعني مستثمرين كان واحد الاقبال كبير فيما يخص يعني الصراعات الغذائيه والتحويليه وكذلك التثمين، واعطينا الانطلاقه ديال هذا القطب ديال الجوده اللي غادي يجمع كل المصالح ديال وزاره الفلاحه، وخصوصا المصالح ديال الخدمات ديال المراقبه وديال الجوده وكذلك السلامه الصحيه، وهذا الشيء لاجل تقريب هذه الخدمات للمستثمرين اللي غيكونوا في لاغروبول. بغينا هذا لاغروبول يكون مندمج وتكون القيمه المضافه ديال المنتوج الفلاحي تبقى في المنطقه وتاثر على خلق الشغل وكذلك طبعا التنميه المحليه. الجانب الثاني هو زياره ديال الضيعات ديال البطاطيس، وكنعرفوا بان الجهه ديال اللوكوس كتنتج يعني واحد 60 حتى 70% نتاع البطاطيس في هذا الفصل هذا، واللي غادي تمول السوق الداخلي واللي بدا الجني فيها. وكما شفنا في هذه الضيعه منتوج عنده واحد الجوده كبيره، وكاين ارتفاع في المنتوج في الانتاج، وهذا الشيء ان شاء الله غادي تسريع ديال الجني غادي ياثر على الاثمنه، ويحاول باش تكون عندنا واحد باش تهبط شويه الاثمنه ديال البطاطيس في الاسابيع المقبله، لان هذه الظروف اللي عشناها في هذه الشهور الاخيره اثرت على هذا النمو، وكان واحد التاخير في الانتاج، ولكن اليوم كنشوفوا الحمد لله هذا يعني البدايه ديال الموسم ديال الربيع ديال الجني غادي يبشر ان شاء الله بالخير فيما يخص استقرار ديال الاثمان في الاسواق ديال بلادنا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.